السلام عليكم. هذا الفيديو هذا رسالة بزاف ديال الناس. هذا الفيديو رسالة للأصدقاء ديالي، الناس اللي كتعرفني والناس اللي ما كتعرفنيش. هذا الفيديو رسالة لأي واحد كيتفرج فيا دابا، شكون ما بغيتي تكون وفين ما بغيتي تكون. بغيت نقول لك أن الحياة بلا هدف ماشي حياة، والحياة بلا حلم حياة بلا معنى. تخيل أنك غير عايش، كتاكل كتنعس كتفيق، ملي كيسقسك شي واحد شنو الهدف ديالك في الحياة كتبقى غير ساكت. لا أسيدي، ما تبقاش غير ساكت، قل أنا الحلم ديالي كذا وكذا، قل أنا غنوصل وغنحقق الحلم ديالي. ما تقولش الحلم ديالي أنا صعيب ولا مستحيل، حيت مع الله عز وجل ما كاينش مستحيل. أنا عارفك عندك حلم وباغي تحققه، ولكن ما عندكش الإمكانيات وما عندكش شكون اللي يدعمك. ولكن أسيدي عندك الله عز وجل، عندك من بيده ملك السماوات والأرض، عندك من يقول لشيء كن فيكون. في الأول ضروري غطيح غتنوض غتقاتل غتبكي غتحس بالفشل، ولكن ما تستسلمش، واخا يوقع اللي يوقع، حيت في الآخر عتحس بالحلاوة ديال الحياة، عتحس بأن حياتك عندها معنى، عتحس بأنك إنسان. حيت إذا ما خدمتيش على الحلم ديالك عتخدم مع شخص آخر وعيحقق الحلم ديالو على حسابك. أهم حاجة هو ما تستسلموش. ما كيهمش إذا كانت عندكم عائلة ما كتأمنش بيكم ولا أصدقاء ما كيدعمكمش، أهم حاجة هو أنكم ما تستسلموش وتكونوا قدوة وتبينوا للناس اللي كانوا كيقولوا عليكم فاشلين تخليهم في الآخر يصفقوا عليكم. هاد كلام هذا خرج بقلب، وكنتمنى يكون يوصل قلوبكم. السلام عليكم.